أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية، الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة. أنا بتكلم من قلبي وربنا اللي يعلم. والله يلا غيروا البلد دي، يلا مع بعض، يلا مع بعض، مع بعض كله، يلا جد الله شرف سيدك، جد الله شرف سيدك، شرف سيدك والله، بحبك قوي، كتر خيرك. أنا بستنى اليوم ده، يعني ربنا عالم عشان بيديني حياة وطاقة قد إيه. شرفت ونورت التأهلية كلها، دي حاجة بورا وأصحابك، ربنا يبارك في سيادتك يا رب، حاجة جميلة جدا، وخليك في مصر. دي حاجة بسيطة مني، دي جميلة جدا، دي من الحاجة الفيروس. والله العظيم احنا في خير ونعمة والحمد لله رب العالمين. الضحكة مالية المكان والفرحة احساس جميل، شوف الجمال لما كان وحلاوة معاً. نردد دائماً تحيا مصر.